انتوا محتاجين ايه ان انا اشوف مستشفى اطفال مصر اكبر واحسن من كده؟ اول حاجه الدعم المعنوي. الدعم المعنوي دي اول حاجه. تمام. يعني انا عندي لسه زي ما قلت في الاول خليه النحل اللي معايا في المستشفى بتفرق معاهم جدا، كلمه شكرا ان هم يستاهلوا، وانا بفتخر بيهم جدا جدا على جميع الفئات بصراحه. ايه تاني؟ الناحيه الثانيه احنا جوه التامين برضو زي ما قلت في الاول ان القيادات عندنا مسايلنا اي طلبات لينا سواء كان قوه بشريه او تجهيزات. الدعم المجتمعي احنا يجي لنا زيارات مختصه باي اماكن حبت ان هي تساعد جوه المستشفى احنا يعني عندنا. قصدي نتبرع بفلوس باجهزه بتجهيز اوضه يعني نقدر نعمل ايه؟ ان كان تبرع مادي دي برضو ليه طرقه. احنا عندنا جمعيه اسمها جمعيه الرواد الاطفال، دي تابعة لمستشفى اطفال مصر، دي بيتم التبرع من خلالها وهي جمعيه مشهره. كويس. ان كان الرواد، رواد اطفال مصر، رواد اطفال مصر. جمعيه رواد اطفال مصر. بالزبط. تمام. ايه كمان؟ والنقطه الثانيه لو تبرع باجهزه طبيه، الجهاز سواء كان احنا بنفحصه ونقول اوكي احنا محتاجينه بيتم اضافته للعهد المخزن، الاجراءات المخزنيه متعارف عليها، وبيتم دخوله المستشفى وبيشتغل على المرضى. دي الطرق سواء كان تجهيزات طبيه او دعم مادي. تمام. الساده العاملين بمستشفى اطفال مصر بشكركم شكرا جزيلا كلكم، بحييكم كلكم. الناس دي يا جماعة تستحق مننا كل التقدير والتحية والدعم والاهتمام والرعاية زي ما هم بيرعوا أولادنا وأطفال مصر بالكامل. بشكركم واحد واحد، وأرجو أن صوتي يكون وصل لكم في مستشفى أطفال مصر الرائعة، هذا الصرح الطبي العظيم الرائع. أنتوا بتشتغلوا فعلا مهنة من أسمى المهن على قد ما هي صعبة، لا تقل أبدا بسالة وشجاعة عن أي جندي بيحارب دلوقتي في يعني على الجبهة علشان يحمينا. أنتوا بتحموا الجيل اللي جاي وبتاخدوا بالكم منه وبتعالجوه وبتقدموا له كافة أنواع الرعاية بالمجان. تحية كبيرة جدا مننا، وتحية كبيرة من برنامج نهاية الأسبوع لمستشفى أطفال مصر، هذا الصرح الطبي الرائع اللي بنفخر إن هو يكون موجود هنا في مصر. السادة زملائي الإعلاميين والصحفيين والفنانين وكل الناس، يا ريت دعم دعائي لمستشفى أطفال مصر، وبننطلق منه دلوقتي حالا دعم مستشفى أطفال مصر بكل الطرق. بشكرك جدا دكتور رامي. بشكر حضرتك جدا جدا، وسعداء جدا جدا وفخورين بحضرتك دكتور رامي عادل مدير مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي. شكرا جداً جزيلا جداً. دي أول مرة حضرتك يعني تكون معانا في نهاية الأسبوع، ومش آخر مرة لأن منتظرين أكتر وأكتر، ويا ريت حضرتك تسمح لنا بزيارة للمستشفى أكيد قريبا. ده أنا أتمنى إن شاء الله.